انظروا إلى الناس اليوم كيف يعلمون دقائق الأشياء في الحياة الدنيا، كيف يحرصون عليها، كيف يصلون إلى المعلومة من الأمور الدنيوية إلى درجة لا تكاد تصدقها. وقد تجد أن بعضهم من الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، ولكن لا يغفلون في أمور تخص تجارتهم أو حساباتهم أو غير ذلك من أمور الدنيا، ولكن في أمور الآخرة لا يهمه الأمر إن كانت هذه آية أم حديث، أم هو شعر أم هو من كلام العرب القديم، لا يهمه الأمر. ولا يهمه الأمر هل هذا الأمر حلال أم حرام، بل قد لا يهمه الأمر هل الله عز وجل راض عنه أم غير راض. ولذلك الله سبحانه وتعالى في سياق الذم ماذا قال الله؟ قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ناس كبار في الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. وهذا ذم من الله عز وجل لأولئك الأقوام. وأعظم غفلة تصيب الإنسان في حياته والتي تدمر مكانته وقيمته عند خالقه هو أن يغفل الإنسان عما خلق له. تعيش في الدنيا تائها لا تدري ولا تستحضر أبدا أنك خلقت لعبادة الله، تنسى في بعض الأحيان أنك أنت عبد لله في كل حالك، في نومك وفي صحوك، وتكون كذلك عبدا لله في غدوك ورواحك، وتكون عبدا لله في صلاتك ونسكك، عبد لله في المسجد وفي خارج المسجد، عبد لله في الحرم وخارج الحرم، عبد لله في رمضان وفي الأشهر الحرم وخارج رمضان والأشهر الحرم. أنت عبد لله في غضبك وفرحك، لست عبدا لله في المسجد وخارج المسجد عندما تغضب تسب الله، لست عبدا لله في المسجد فقط وعندما تخرج عن طوعك تقول دع الله مكانه، دع الله بجانب، خلينا من الإسلام، أتكلم معي أنا وأنت. هذا عدم تحكيم دين الله في كل أحوالنا. والله عز وجل أعطانا مبدأ وأصل وقاعدة وشعار نسير به حياتنا كلها، وهي قل إن صلاتي ونسكي في العبادة، ومحياي ومماتي برا في السوق برا في الخارج في البيت مع الناس نفس الشيء، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كل هذا لله رب العالمين، كلها لله سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل في الإنسان. إذا خرج الإنسان عن هذا فقد وقع في أعظم غفلة، وهي المهمة التي خلقك الله من أجلها. خلقك الله لتكون عبدا لا لتتربى جسما، خلقك الله لتكون عبدا لا لتعيش لهوا، خلقك الله لتكون عبدا لا لتعيش مستهزئا، وخلقك الله لتكون عبدا له لا لهواك ولا لدنياك.